يما يا يما يا يما يا يما آذان الشهيد الود عمه يما يا يما يا قالتي لها اليوم ضمه يما يا الشهيد الود عمه وام القعلتي لها اليوم ضمه يا فحو بجهاده نليت عرس الشهاده يا فحو بجهاده نليت عرس الشهاده لو عندي عمر ثاني اقدمه لو عندي عمر ثاني اقدمه شهيد المات مظلوم هذان النذار عمره وسنينا هذان النذار عمره وسنينا أنا اللي قليت للذل هيهات على نهج الصدور كنا أمشينا على نهج الصدور كنا مشينا على دربك مشينا يا بن حيدر ولينا على دربك مشينا يا بن حيدر ولينا لو عندي عمر ثاني أقدمه لو عندي عمر ثاني أقدمه هذان الشهيد الود عمه وام القعلتي لها اليوم ضمه هذان الشهيد الود عمه وام القعلتي لها اليوم ضمه يا فحو بجهاده مليت عرس الشهاده يا فحو بجهاده مليت عرس الشهاده لو عندي عمر ثاني اقدمه لو عندي عمر ثاني اقدمه هدي الهنه يترخصت عمري ويا للصدور محلى الشهاده ويا للصدور محلى الشهاده نيلت العاقبه صرت من الانصار ويا ذلت اليموت على الوساده يا ذلت اليموت على الوساده يا محلى الشهاده وياكم يا ساده يا محلى الشهاده وياكم يا ساده لو عندي عمر ثاني اقدمه لو عندي عمر ثاني اقدمه هذان الشهيد الود عمه وام القعلتي لها اليوم ضمه هذان الشهيد الود عمه وام القعلتي لها اليوم ضمه يا فحو بجهاده مليت عرس الشهاده يا فحو بجهاده مليت عرس الشهاده لو عندي عمر ثاني اقدمه لو عندي عمر ثاني اقدمه انا اللي صريت جانب زماني وانا اللي فزع من طاح الحسين انا اللي فزع من طاح الحسين انا اللي صريت حر بهالايام تميت ويا الصحاب النصرة الدين تميت ويا الصحاب النصرة الدين زعيت النصرة الدين ويا اصحاب الحسين زعيت النصرة الدين ويا اصحاب الحسين لو عندي عمر ثاني اقدمه لو عندي عمر ثاني اقدمه هذان الشهيد الود عمه وام القعلتي لها اليوم ضمه هذان الشهيد الود عمه وام
حياتي لها اليوم أضمه يا فحو الجهادة من اللي يتعرس الشهادة كافح وبجهادة من اللي يتعرس الشهادة لو عندي عمر ثاني أقدمه لو عندي عمر ثاني أقدمه هذا للوال بحق الأشراف أنا اللي مشي مخضب بدمه أنا اللي مشي مخضب بدمه عرس الشهادة بعزنا واخلاص أنا اللي يرفع عرس أهل أمه أنا اللي يرفع عرس أهل أمه يمه أنا ابن المدينة وتظل شاهد علينا ابن المدينة تظل شاهد علينا لو عندي عمر ثاني أقدمه لو عندي عمر ثاني أقدمه هذا الشهيد الود عمه يما يا يما يا يما يا يما أم القالتي لها اليوم ضمه يما يا شهيد الود عمه وام القالتي لها اليوم ضمه يا فحو بجهاده من اللي يتعرس الشهاده يا فحو بجهاده من اللي يتعرس الشهاده لو عندي عمر ثاني اقدمه لو عندي عمر ثاني اقدمه